السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من كريم. مرحبا بكم في حكاية جديدة من حكاية كريم. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع اللي سبق لي هضرت عليه، وهو يعني الحريق ولا الهجرة السرية. ولكن الحكاية نتاع اليوم شوية مختلفة، ويمكن نقول أول مرة كتوقع بحال هذه الحكاية هذه. فسمعنا على الناس اللي كيحركوا في الزودياك وفي الباطوات، واللي كيركبوا في يعني في فوق العجلات في الكاميونات والرموكات اللي كيدوزوا في الباطوات. سمعنا على الحراقة اللي يعني شي مرة كتصيبتهم، يعني أنه كيمشيو يشاركوا في شي حاجة نتاع الرياضة، أو أنه كيمشي ستاج ولا كيمشي خدمة مثل أوروبا، وكي يعني كيهرب ما كيرجعش. يعني سمعنا بزاف على هادشي، ولكن لأول مرة كنسمعوا على الناس يعني أنهم كانوا مسافرين في الطيارة وحطوا في مطار وهربوا من ذاك المطار، يعني كيجريو. فالقصة يعني تبدو غريبة، ولكن إلى عرفتوا يعني أنه المخطط أو العقل المدبر لهذه الهجرة هذه كيفاش خطط لها أو فوقاش خطط لها، فغادي تستغربوا. لأنه هذا الشخص هذا دار واحد الإعلان يعني في بعض التطبيقات، يمكن أي واتساب ولا شي حاجة أخرى من هذا القبيل. دار إعلان على يعني على هجرة سرية، يعني بغاو يحرقوا للصبليون، ولكن فكروا بواحد الطريقة يعني جهنمية. فهاد الشخص هذا فكر أنه يعني أنه يمشي لسميتو يقطع الأوراق لتركيا، ولكن يعني انه لو دارها بوحدو ولا بجوج ولا بثلاثه، يعني الناس غادي يتشدوا يعني كاملين. فهنا باش غادي يدوخ يعني السيكوريتي والبوليس وهذا، فحاول يجمع اكبر عدد من المرشحين، وبالتالي يعني نقدر نقول لكم ان العدد كان يفوق 20. والتخطيط بدا من شهر يوليوس يعني جويه اللي فات، وخططوا وداروه يعني الجمعة هذه اللي فاتت. فمنين جمعوا اتفقوا على واحد الطيارة غادي يقطعوا فيها البيي كاملين، يقطعوا البيي أو التذاكر باش يمشيوا لتركيا. الطيارة غادا لتركيا من الدار البيضاء، فهما قطعوا، ولكن قطعوا منفردين يعني ماشي جروب، يعني كل واحد جايب وحده. فالناس نتاع المطار او الطياره هذا ما عرفوش بان كاين صله ما بين هذوك الركاب كاملين. فمنين ركبوا في الطياره يلاه قلعت بهم من الدار البيضاء يعني، ودازت يعني دازت البحر، يعني ما يمكن لهاش انها ترجع تحت في الدار البيضاء. فهذاك الشخص اللي خطط لهذه العمليه تظاهر بانه يعني مريض، فبقى كيتوجع لهم تما وكيبكي وكيهوت وكيسميتو. فاضطرت المضيفه انها تخبر الربان بان واحد الشخص يعني في حاله خطر. فهنا الربان اضطر انه يطلب الاذن من السلطات نتاع مايوركا، وينزل في مايوركا باش يديوه للطبيب. فهذاك الشخص اللي خطط هذه العمليه على درايه يعني بالامور نتاع سميتو، كيفاش كتنزل الطياره الا كان شي واحد مريض، وفين كتنزل، يعني انها ما كتنزلش في المدرجات نتاع المطار، او ما كيدوزوش من باب المطار، يعني فين كاين سيكوريتي بزاف وداكشي، كيدوزوه من واحد البلاصه اخرى اللي يعني كتكون مخصصه لذلك. فهنا باش يعني انه بقى كيتالم وداكشي، فاش هبطت الطياره في مايوركا، بمجرد ما حلوا الباب يعني انه هذوك المغاربه كاملين اللي متفقين على ديك الهجره وعلى الهروب الى اسبانيا، فكلهم تدافعوا على الباب نتاع الطياره وبقاو كيهربوا. فحتى ان بعض السياح كانوا تمايا انهم خداو البورطابل ديالهم وبداو كيصوروهم. الفيديو راه كاين في يوتيوب، كاين في يعني في الانترنت، يعني كيفاش كيصوروهم هاربين يعني في داك ياش نقول لك لي شون ولا المزارع ولا سميتو، كيهربين تمايا.
الامر اللي يعني انه ما جاو فين يجيبوا السلطات ولا يجيبوا الامن وهذا، حتى يعني انهم فروا واحد 12 منهم هربوا والاخرين تشدوا. ف يعني هذاك اللي خطط لهذه العمليه واللي كان كيتوجه في الطياره فحتى هو تشد. يعني انه كما قلت فاش اتفقوا بانهم يدخلوا في الطياره، فاتفقوا انهم يجلسوا في المقاعد، يعني كل واحد يقطع بوحده باش كل واحد يجي موقع مقاعد بوحده، ماشي ضروري يكونوا مجموعين ما يهضروش بيناتهم في الطياره باش ما يثيروش الانتباه. يعني كانت الخطه محكمه جدا. فهنايا هذاك سميتو يعني انه السلطات الاسبانيه او السلطات نتاع مايوركا تمكنت باش تشد يعني المدبر الرئيسي وتشد يعني سميتو بعد الركاب اللي فروا اللي مشاو تشدوا يعني. وعلى ما اظن انه 12 مازالين هاربين لانهم شدوا شي يعني دوك القوارب يعني باش مشاو لبرشلونه، لانهم تما للاسف ما كيطلبوش الباسبور ولا كيطلبوا الفيزا ولا شي حاجه، مشاو لجنب الواد ولا جنب البحر البحر طلبوا يعني من داك اللي كيقطع يقطعهم، فقطعوهم يعني قالك ما بين 20 حتى 60 اورو قطعوا لبرشلونه. ولكن لانهم سافروا بالطياره والمعلومات ديالهم كامله يعني انها في السيستم تاع سواء المطار او سميتو يعني هذا، فاخذوا المعلومات ديالهم وعندهم التصاور ديالهم دابا، عندهم الاسماء ديالهم، وداروا بحث يعني جاري في اسبانيا كامله كيقلبوا عليهم يعني. وهاد القضيه هذه يعني انه الان يعني كل الجرائد الاسبانيه كتكتب عليها، وحتى يعني انه يعني الوكالات الانباء نتاع العالم يعني كتكتب على هذا الحادث هذا اللي ما عمره ما حدث. يعني المغاربه دائما كيكونوا سباقين المسائل بحال هكايا. فهذه غادي تكون يعني واحد النتائج ديالها، وهو انه اي واحد واخا تكون انت غادي تقرا او غادي تخدم وعندك بصح يعني شي غرض باش غادي تمشي او مريض او هذا، فربما غادي تمنع لانهم ما غيبقاوش يثقوا في المغاربه دابا، وغادي يعني غادي يخسروا السمعه نتاع المغاربه. فالمهم كل واحد يعني كيشوف الامور يعني بالعين ديالو، يعني كل واحد كيفاش كيشوف كاين اللي غادي يكون معاهم وغايقول لك اذكياء وغادي يفرح وغادي يقول لك يعني مستوكم كنعرفهم كنمشي معاهم وهذا. فالامور هنا اللي بغيت نقول لكم هو انه هاد الناس هادو تشدوا وراهم في البحث دابا، وكنظن انهم يعني تعاملوا معاهم تعامل يعني قاصح، لانهم كيطالبوا الان باش يردوهم المغرب، ولكن ما بغاوش يعني انهم مازالين كي يديروا معاهم البحث. هما ما غاديش يشدوهم وما غاديش يخليهم تما يعني، واخا يغلبوهم واخا يدير يعني انهم ما غاديش يبقاو في ديك الدوله، لابد غادي يردوهم لانهم كيخافوا من الحركه، كيخافوا انهم يكونوا مجرمين او انهم يكونوا ارهابيين او انهم يعني كيف ما خطط هذيك التخطيط وداروا هذاك يعني سورتو لي جروب، يعني ملي كيكون يعني واحد جوج الناس ولا ثلاثه الناس يعني باقي لا فكرتي شي حاجه ودرتيها بوحدك، فكتكون الامور شويه سهله يعني، طاحت لك واحد الفكره يعني غبيه او سميتو شيطانيه ونفذتيها ماشي مشكل. ولكن فاش كتكون كتجي مع جروب وكتتفق معاهم فهنا كتبين على انك ممكن تكون رئيس عصابه او رئيس منظمه ارهابيه او شي حاجه بحال هكا، فهنا لابد غادي تعاملوا معاهم يعني بواحد التعامل، وفي الاخير يعني غادي يردوهم المغرب وغادي يرجعوا خوفها حنين، يعني ما غايصدقوا لا هما في اوروبا وحتى في المغرب فاش غادي يدخلوا، يعني السلطات هنا غادي تتعامل معاهم واحد التعامل اخر، وغادي يعني تدخل لهم هاد السابقه او هاد سميتها في داك الفيش بيومتريك ديالهم ولا داك سميتها نتاع يعني السوابق العدليه ولا كما كنقول حسن السيره، فغادي تدخل لهم يعني كجريمه. فهنا
كنطلب من الشباب المغربي يعني انه قبل ما يعني يقرر شي حاجه او ينفذ شي حاجه بحال هكا يكون واعي لداكشي شنو كيدير، وحتى انه يعني انه من يشوف شي حاجه في شي جروب بحال هكاك من الاحسن ينسحب، حتى لما ما قدرش انه يبلغ يقدر ينسحب بهدوء يعني، وما يتبعش لانه يعني ما تكونش بحال يعني القطيع نتاع الغنم من واحد الناس غادي انت غادي معاهم كتقول يا ربحه يا ذبحه، فهنا هي ما جاتش الربحه اذا ما بقى لي غير الذبحه. فحضروا راسكم يعني دائما كنقولها وكنعاودها يعني انه مزيان مزيان تمشي لاوروبا يعني ما سهلش عليك الله ولا هدف المغرب ما فيها باس، تقلب على راسك ما كاين حتى مشكل يعني، ولكن من الاحسن تمشي بالوراق ديالك تمشي باللغه ديالك كتفهم شنو كيتقال ليك وكتفهم كيفاش تقلب على الخدمه وكتفهم فاش تخدم وكتفهم يعني فاش يعطوك الخدمه ولا هذا تفهم شنو كيقولوا ليك وشنو هذا، ما تكونش تما بحال شي يعني اش نقول لك بحال شي ثور في البرسيم ديالو ولا شي حاجه بحال هكا يعني. مزيان الانسان يكون فاهم، ما انا ما كنقولكمش ما تمشيوش لبرا ولا المغرب مزيان ولا المغرب فيه مشاكل وفيه ضغوطات وكاين شي ناس الله يسمح لهم يعني انهم كيديروا الضغط على المغاربه بحال الشيء اللي وقع في هذا جواز القيح اللي شفنا يعني انهم دمروا لهم النفسيه ديالهم يعني، وخلاو الناس كيفكروا انهم يهاجروا البلاد لان داك التعامل داك 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 الوزير داك القرار نتاع داك الوزير اللي دار فما كانش صائب، وبالتالي يعني هذا كيدير كيخلق واحد الاضطراب يعني بين الناس وكيخلي الناس يمرضوا في العقل ديالهم ويفكروا في الهجره، ولكن ماشي بهذه الطريقه. نتمنى ان الفيديو يستفدوا منه الناس والشباب اللي يعني انهم متدمر، حاولوا تلقاو يعني يعني العمل في البلاد ديالكم وتخدموا في البلاد ديالكم، وهذا ما يمنعش انك انت خدام وانت كتقلب يعني الانترنت الحمد لله الان سهلت القضيه، صيفط لهنا وصيفط لهنا وصيفط لهنا ولا لقيتي يعني انه سواء عن الزواج عن طريق الزواج انك تتهاجر او العمل او هذا، فيعني هنيئا لك والى الى هنا كينتهي الفيديو نتاع هذا النهار، والى الفيديو ان شاء الله وقصه اخرى من حكايه كريم ان شاء الله. مع السلامه.